ضدها. قصة الطفلة اللي قلنا اهتمينا بيها جدا، أشرف مريض عنده 7 سنين، من سنتين من وهو عنده 5 سنين عايز يتعالج، حالة صحية بيبقى فيها الحيرة، هل هي حالة صحية طبيعية ولا ايه طبيعة الأمراض اللي عنده؟ عنده أحمد فؤاد شقيقه عنده 13 سنة. أحمد قال أنا هسافر إلى إيطاليا. سفر الأطفال في حد ذاته مأساة، سفر الشباب مأساة، لكن سفر الأطفال مأساة مضاعفة، ومعناها إن ركوب الأطفال للبحر بحثا عن لقمة عيش لعائلتهم وبحثا عن علاج أو دواء مصيبة وكارثة. في كل الأحوال تعالوا نشوف، هنتتبع معاكم القصة. احنا سجلنا هذا الحوار القصير مع والدة الطفل المريض والطفل التاني اللي سافر داخل مستشفى الشيخ زايد، وهنتكلم معاها بعد قليل، بس تعالوا نشوف ما صورناه معها وبعد كده هنكمل معاها في التليفون. احكي لنا ايه قصة مرض ابنك اشرف؟ اشرف زهر عنده تكسير الصفائح ده من هو عنده سنتين، واتجهنا بيه المستشفى عندنا في البلد، حولتنا المستشفى الشرقي اسكندرية. الصراحة المستشفى قامت معانا على اكمل وجه، ومتابع اشرف معاهم، واخد 10 ايام هناك في المستشفى، وبعد كده عملوا له تحليل البزل ده النخاع، وكان ماشي على علاج هناك، وكان متابع لفترة 3 سنين. وبعد كده قالوا لنا ان هو لما تم 5 سنين قالوا ان هو يعني صحته بقت كويسة، بس لازم انا عايز متابعة مستمرة. بقيت انا بتابعه يعني باستمرار، كل شهر بعمل له تحاليل، وكل 3 شهور بعمل له تحاليل شاملة، وهو يعني صحته كويسة ومستقرة. هو عمره قد ايه دلوقتي؟ عنده 9 سنين. 9 سنين؟ طب طوال هذه الفترة هل كان في اي تقصير من قبل الدولة، ولا كانت الدولة زي ما قلت لي ان هي كانت بتنعصح؟ لا لا لا، ما كانش في اي تقصير من اي جهة الدولة، بس هو كل الموضوع ان هم الدكاترة قالوا لي لازم يتابع مدى حياته على الموضوع ده، لان صحيح بيسهر على جسمه قطع وحاجات من دي، وهو يعني مثلا بيتعب، ومن اقل ما كنت بيبقى تعبان وكده. بس انا يعني كان في علاج للمرض ده، يعني ما هوش مرض نادر او حاجه. لا لا، ده بالنسبه لاشرف. طيب احمد بقى ازاي سافر ايطاليا؟ احمد سافر، ما نعرفش ان هو سافر والله الا بعديها ب4 ايام، لان هو كان شغال في مركب صياده، يعني بيروح يوم واثنين ويجي ويساعدني على مصاريف اخوه كده. فاكتشفنا ان هو اتاخر وكده، فسالنا، قعدنا، قال اللي جه قال لنا المركب اللي كان فيها غرقت وكده، ففوجئنا ان هم بيتصلوا بنا من لمبطوزه بيقولوا لنا احمد موجود، وبيقول لهم على علاج اخوه، وهم الدوله وقفت في ايطاليا ان هم قالوا لنا اتصلوا علينا وقالوا لنا في علاج نهائي للمرض ده. طبعا الدوله لم تقصر، وانت اعترفت بده، ايه اللي يخلي ابنك احمد يلجا بعرض مشكله اخيه الطبيه على ايطاليا؟ هو ما كانش يقصد حاجه، لان هو كان معاه كارنيه في جيبه، فاتفاجئوا بيه وهو بيطلعه، لان هم بيفتشوه، فهو طلعه وسالوه ايه ده، فراح جاي حكي لهم القصه. قال لهم ان هو يعني بتاع، لان هو اللي كان ماشي معايا في الموضوع ده الصراحه، وبيروح معايا المستشفيات ومتابع حاله اخوه معايا باستمرار. هل هناك اي مسؤول في وزاره الصحه اخبرك في الفتره الماضيه ان في استحاله لعلاج ابنك اشرف؟ لا، هم قالوا ان هو لازم ان هيفضل كده ايه يتابع، لان طيب طالما ان كان في يعني كان في طمأنه من قبل وزاره الصحه المصريه. ايوه. طيب انت ايه اللي خلاكي تلجئي للسفاره الايطاليه وتحاولي انك انت توافقيهم حتى على سفر ابنك؟ يعني مصر اولى بالعلاج، ومصر لم تقصر معاه. مصر ما قصرتش معايا وانا ما انكرش ده، بس هم السفاره الايطاليه تواصلت معايا عن طريق الهاتف، وابلغوني ان انا اعمل الباسبورات لكي ياخدوه ويعالجوه، قالوا لي في علاج نهائي للمرض ده، وانا وافقت ان انا اعالجه، لان ديت فرصه اي واحده تتمناها
ان هي تلجأ يعني تلاقي علاج ان هو ينهي المرض ده نهائي. ايه حكايه ال 10,000 جنيه اللي انتوا دفعتوهم؟ لا احنا ما دفعناش عشان ابنك عشان يسافر. ما دفعناش والله اي فلوس، لان والله للان ما نعرف ابني مين سفره ولا مشى ازاي. انا زي ما قلت لحضرتك، ليه ما ظهرتيش من البدايه وقلتي انا موجوده والبلد ما قصرتش في علاج ابني؟ طالما البلد ما قصرتش في علاج، ليه سبتي اللغط، ليه سبتي اللغط الاعلامي الكبير جدا ده المثار حول قضيه ابنك اللي مسافر، او ابنك اللي بعض وسائل الاعلام الغربيه قالت ان هو الدوله غير قادره، وده غير صحيح، ان الدوله غير قادره على علاجه، ليه ما طلعتيش وقلتي لا انا ابني فعلا بيتعالج في مصر وكان في قبل كده علاج ليه في مستشفى الشطبي زي ما قلتي، وليه ما طرحتيش ده على الراي العام بوضوح؟ يعني احنا السفاره الايطاليه انا قلت لها بكل صراحه ان ابني حالته مستقره وان هو بيعاني من المرض ده من فتره وبيتابع، وقالوا لنا ان هو هيفضل يعني مدى حياته يتابع على كده، فهم قالوا احنا عندنا العلاج ده نهائي، فانا وافقت. طب دلوقتي ما زلتي مصره على السفر ولا البقاء والعلاج هنا والطاقم الطبي في مصر يؤكد ان في علاج للولد وان الحاله مستقره؟ ماشي انا معاك في كل حاجه، والطب المصري ما قصرش معانا في اي شيء، بس انا يعني لما السفير الايطالي اتصل عليا وقال لي حاجه وفضل وراح بعت عربيه جابت لي من البيت على فندق هنا يوم الاربع الماضي ووداني السفاره يوم الخميس الصبح، كنت عامله الباسبورات ومضينا الابلكيشن بتاع التاشيره وقال لنا ان التاشيره والباسبورات هتوصلنا يوم الخميس بالليل والسفر هيبقى يوم الجمعه. ليه رفضت السفر بعد ما طلبت مننا ان احنا نجهز كل حاجه؟ من الاساس بتلجئي للسفاره الايطاليه وابنك ليه علاج في مصر؟ ماشي ابني ليه علاج في مصر كل حاجه، بس هي عرضت عليا ان ابني هيبقى له علاج نهائي من اي ام او هنا اي حد. قالوا لك ان مفيش علاج نهائي ليه، الحاله ميؤوس منها يعني؟ مش ميؤوس منها، قالوا لي ان هو هيفضل يتابع مدى حياته على التحاليل والكلام ده، واحنا يعني اسره على قد حالنا برضه يعني مش غلط ان احنا نوافق على كده. طيب ليه ما ظهرتيش من البدايه؟ احنا في قريه صغيره في الجزيره الخضراء، والله ما كنا نعرف حاجه عن اعلام ولا اي حاجه من اللي بتحصل دي. قال لي تليفون على السفاره، ما بنحسبش ان الموضوع هيعمل كده. قبل ما نشوف كمان صورنا في قرية الطفل عشان نشوف ردود الفعل عن هذه القصة الإنسانية المأساوية اللي اهتم بيها الإيطاليون قبلنا، يعني هسأل أم أحمد. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. مدام سامية، ربنا يشفي أحمد إن شاء الله أشرف ويرجع لك أحمد بالسلامة إن شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. قولي لي اوان، سمعت في الكلام انت السفاره الايطاليه اللي كلمتك في البدايه في الاول؟ ايوه يا دكتور، الاول السفاره الايطاليه هي اللي توصلت معايا. قبل 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 اي مسؤول حكومي يعني؟ طب نوطي التلفزيون يا ام اشرف، يا ام احمد نوطي التلفزيون. السفارة الإيطالية قالت لك إيه؟ السلام عليكم. أيوة يا أستاذ زهير. السفارة الإيطالية كلموكي قالوا لك إيه؟ السفارة الإيطالية كلمتني قالت لي اتوصلت معايا وقالت لي إن عايزين أشرف يتعالج عندهم وإن في علاج نهائي لمرضه، وأنا وافقت على كده وعملت نيابة عنهم، عملت الباسبورات ورحت لهم وبعت عربية خدتني من البلد ودوني فندق في مصر هنا. يعني السفارة الإيطالية بعتت عربية خدتك من البلد وقعدوكي هنا في فندق في مصر؟ أيوه. أيوه ودتني فندق يوم الأربع الماضي، وبعد كده رحنا يوم الخميس الصبح الجوازات في السفارة الإيطالية، ومالينا الأبلكيشن بتاع الفيزا لنا احنا الثلاثة، أنا والطفلين. انت وابنك اشرف وبنتك الصغيره. وبنتك الصغيره.
واتفاجئت الخميس بالليل ان الباسبورات رايحه لي معلهاش فيزا، ولا حد رد عليا، ولا عرفت السفر اتلغى من ليه، ولا حاجه خالص، ولا حد بلغني باي حاجه. وهم بعتوا عربية خدتكم وقعدت في فندق، وحالة أشرف قالوا لك لها علاج عندهم هناك يعني. علاج نهائي. طيب ايه اللي وصل لهم اهتمام السفارة الإيطالية؟ قالوا لك عرفوا القصة منين؟ احمد كان معاه كارنيه في جيبه، وهم لما بيطلعوا بيعرضوهم على الكشف الطبي وبيفتشوهم، ففجأة الكارنيه ده في ايده، فشاف بيسألوه عادي، قال لهم ده اخويا عنده تكسير صفايح واحنا متابعينه في مصر وكده. احمد سافر لايطاليا وهم بيفتشوه يعني، لقوا الروشتات الطبيه دي معاه بتاعت مش اخوه. روشتات يا دكتور، مش روشتات، هو كارنيه عليه صورة اخوه وبيثبت ان هو بيتعالج من نقص صفايح في الدم. فقالوا له ايه بقى؟ قالوا له هم وافقوا وعرضوا علينا العلاج، وانا وافق ومن حقي ان انا وافق، لان دي فرصه محدش يلاقيها هنا في مصر. قالوا لي هو كان بيتعالج في مستشفى في مصر وكل حاجه وما قصروش معاه، بس قالوا لي هيفضل على تحاليل على طول باستمرار. هيفضل ياخد محاليل على طول وتحاليل. وتحاليل بصوره مستمره، كل شهر تحليل وكل 3 شهور تحاليل شامله. فانا لما اقترحوا عليا الموضوع ده انا وافقت ان انا اسافر واعالجه بره، وده من حقي. طيب لما السلطات الإيطالية لقوا أحمد بيكلمهم عن حالة أخوه يعني، اهتموا يعني، هم اهتموا الاهتمام الكبير بيه هناك يعني. اهتم اهتمام كبير قوي بيه، وانا بشكر الشعب الايطالي وبشكر الحكومة الايطالية على اهتمامهم باحمد وباخوه. طيب أحمد كم سنة يا مدام سامية؟ كم سنة أحمد؟ 13 سنة؟ نعم أحمد 13 سنة؟ ايوه. وسافر إمتى؟ سافر من بقاله يجي 3 اسابيع اهو. بقاله 3 أسابيع. أحمد سافر بالطريقة العادية اللي هي الناس اللي هي بتركب البحر، مركب في ايوه البحر. ايوه احمد كان بيشتغل بيساعدني على مصاريف اخوه كده، لان والده تعبان وكان بيسرح يعني اليوم او بس الاثنين خلاص. وبيجي. فطلع في مركب مع جماعة ما نعرفش الا بعديها ب4 ايام. انت ما عرفتيش الا بعدها ب4 ايام ايوه. يعني، هو سافر فجأة ما قالكيش لا ما قالناش وما نعرفش مين اللي طلعه. طلع معاه. ولا عارفين السمسار اللي بياخد الناس كده يطلعهم على البحر. لا لا، ولغاية دلوقتي محدش جانا لا طرف فلوس ولا حاجة خالص. طيب طبعا احمد 13 سنة، سن صغير يا مدام سامية قوي يعني، سن عشان يطلع في البحر بالشكل ده، لا ما يتناسبش مع طفل. والله هو حصل كده، لان هو كان شايل المسؤولية زيادة عن اللزوم، وكان بيشتغل وبيساعدنا في البيت لان باباه تعبان وشغال في مصنع طوق، وهو يعني كان شايل المسؤولية شوية، فهو تلاقيه يعني جريء شوية في التصرف. فهو طيب لما انا عايز بقى الناس اللي بتسمع يعني، انا بسألها السؤال ده، وطبعا مش هنحمل احمد المسؤولية يعني، لا هنا احمد هو ما بيقول احنا المسؤولية. ميتين ميتين، لما اطلع على البحر يعني، حتى لو مت في البحر ما احنا ميتين يعني، واخوه مريض ومش وهو ما عارف غلطش يتعالج. يعني، ان هو يعني طلب المساعدة ان هو يعالج اخوه، دي مش غلطة. لا ما هو احمد، ما ده احمد نموذج بطولي يعني. وليه صحيح منعوا سفرنا؟ نعم؟ وليه منعوا سفرنا؟ احنا مش عارفين. لو كان مثلا حد مسؤول او وزير او حاجة من دي، ما كانش حصل اللي حصل، ولا رفضوا سفره، لان دي حاجة في مصلحة الطفل يعني. الاصول محدش يعني يعترض عليها. طيب ما هو ده قبل ما اكمل معاكي في اللي حصل مع احمد. طب وانت بتعالجي ابنك اشرف، مفيش علاج يعني اللي يخلي اخوه كده يبقى تفكيره انه لما اروح ايطاليا واشوف شغل واشوف علاج لاخويا، ما لا كانش له علاج؟
ما كانش رايح عشان يشوف علاج لاخوه، هو كان رايح كمصدر رزق ان هو يوفر امكانيات او يوفر مصاريف لاخوه او للعيله، لكن هو ما كانش في باله ان هو علاج، لان اخوه كان بيتعالج هنا في مصر. احنا ما نكرناش كده، وقلنا للسفاره الايطاليه ان هو كان بيتعالج في مستشفى الشطب في اسكندريه، بس الموضوع ان هو هيعيش على تحاليل مدى حياته عشان تكسير الصفائح دي. فانا لما الاقي لها حل نهائي، ده يعني اي حد يتمنى ان هو يلاقي طبعا اي طبعا، حل نهائي لاي حاجه. ما فيش ام تستحمل انه طفلها يبقى بيتألم قدامها. لو حد قال لها ده له علاج هيخلصك من الالام دي خالص هتتشبثي بيه يعني. طب قولي لي احمد وهو هناك السلطات الايطاليه تعاطفت معاه وكلموا السفاره الايطاليه هنا والسفاره الايطاليه كلمتك؟ ايوه ده اللي حصل يعني. طب ايوه امتى بدأ المسؤولين في مصر يكلموكي؟ هما احنا ما حدش اتواصل معانا الا يوم اول امبارح بالليل، امبارح العصر كده اتصل بيا واحد من وزير الصحة، من مكتب وزير الصحة، وابلغنا وقال لنا ان هو هيبعت لنا عربية بكرة على النهاردة يوم السبت، واتفاجئنا، قالوا اتصلوا تاني قالوا هيجي النهاردة ياخدنا، وجابونا امبارح، رحلنا بعد المغرب ووصلنا هنا الساعة 12 بالليل. طيب احمد هناك في يعني شوفوا الـ يعني كون حتى، وده يعني هي يعني يتطلب يعني ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي، يعني دي الحكمه الصينيه او اليابانيه الشهيره يعني. انما كان لازم انك تاتي مبكرا، مش لاشرف بس، للجميع. لكن في كل الاحوال بدا اتصال وزاره الصحه لما السفارة الإيطالية بعتت عربية للست وخدتها، يعني كويس على الأقل إنهم اتصلوا. هنشوف إيه اللي حصل بعد كده، بس خلينا أرجع معاكي لأحمد تاني. أحمد يعني بيعمل إيه دلوقتي هناك؟ شغلوه ولا حاجة بيشتغل؟ لا أحمد ما بيشتغلش دلوقتي، أحمد في سكن هناك في إيطاليا، وهيدخلوه مدرسة وبيعلموه عادي يعني، والصراحة مهتمين بيه آخر اهتمام. اتعاملوا معاه كطفل يعني، طفل اللي هو احنا كان لازم نتعامل معاه هنا ان ده طفل. هو يعني بيتعاملوا معاه أحسن معاملة الصراحة، وبيطمني عليه يوميا. يعني هما بيعلموه ودخلوه مدارس. أيوه شوفوا التناقض بس يعني، انه تبقى للاسف يعني يبقى ايطاليا طوق انقاذ للناس وهي اللي تهتم بالطفل المصري اللي سافر وبالطفل المصري المريض اللي قاعد هنا يعني. طب قولي لي كلمت احمد بيكلمك حالته كويسه؟ ايوه بيكلمني، في حالته كويسه ويعني وصحته كويسه، وبيطمني عليه، وهناك بيعاملوه والله احسن معامله. طيب انت دلوقتي بتقولي لانه هنا الاطباء، وهنشوف دلوقتي راي الاطباء، فبيقولوا ابنك مش ابنك علاجه ممكن هنا يعني، ممكن يتعالج هنا. بس انت ماشي، انا معاك يا دكتور ان ابني بيتعالج هنا وكل حاجه، بس هما ابني هيفضل يتابع على طول، هيفضل يتابع تحاليل وحكايات. فانت لما تجيلك فرصه ان انت ابنك ده هيتشال منه المرض نهائيا، اللي بقى انت حط نفسك مطرحي، هتوافق ازاي؟ اي حد هيحط نفسه مكانك. الـ الام لا تتحمل ثانيه الم لطفلها، اللي هيخلصني منه يعني يبقى اروح للطريق ده اذا كان علاجه في ايطاليا هيخلصني. والناس بتقولي انهم عملوا لك الاوراق اللي هي ممكن تصفرك يعني. ايوه طيب في الجزء ده خليكي معايا عشان اسال الدكتور علاء الحداد استاذ امراض الدم وامراض الاطفال. يا دكتور علاء اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. حاله اشرف طبعا كان في البدايه كانت الاخبار المتداوله انه مصاب بسرطان الدم، تم نفي ذلك والتاكيد على ان حالته اقل من ذلك. حالته ايه يا دكتور؟
لا هو بالكشف الإكلينيكي والفحوصات الأولية اللي احنا عملناها وبتاريخ المرض تبين انه عنده كان تكسير مناعي في الصحيح الدموية، وده مرض حميد بيصيب الأطفال، يعني ما هوش نادر، يعني شائع في الأطفال ومعظمهم بيخف لوحده، ما بيحتاجوش حتى علاج. أوقات يرتد عليهم نقص الصفائح، ده بيحتاجوا علاجات لما الصفائح بتنزل وبعدين بنوقف العلاجات دي. ولا يوجد يعني طريقة في إيطاليا موجودة عشان تمنع انتكاسات مثل هذه الأمراض اللي موجود في مصر هو اللي موجود في إيطاليا. ولما احنا كشفنا عليه وعملنا التحليل لقينا ان الصفائح الدمية بتاعته طبيعية جدا ومش محتاج علاج ومش محتاج حاجة خالص، يعني هو في حالة صحية جيدة جدا. كان عنده تكسير في الصفائح سابقا وتم التكسير في الصفائح ده أثره ايه؟ يعني الأم بتشوف الطفل بيحس بإيه؟ تكسير الصفائح على حسب، يعني في أوقات أطفال بيجي لها تكسير في الصفائح ومحدش بيعرف لأن ما بيبقالهاش أي أعراض، إنما لما بيبقى الصفائح بتقل عن 20,000 أو 30,000 يبتدي يجيله بقع زرقاء لما يقع أو يلعب أو يتخبط، بقع حمراء صغيرة لما الصفائح تبقى قليلة قوي يبتدي ينزف من الأنف، يبتدي ينزف من البق. يعني ينزف من الأنف والبق بشكل مستمر، يعني بشكل مستمر بالضبط كده. يعني الصفائح دموية من الحاجات المسؤولة عن انها توقف النزيف، لما بتقل وبتقل جامد الطفل بينزف تحت الجلد تحت الأغشية المغطية او بينزف خارجي، ساعتها بيبقى احنا لازم نعالج. وعادة نقص الصفائح بيبقى نقص مناعي لان تعرضه لعامل عامل خارجي يخلي الجسم يكون اجسام مضاده ضد الصفائح الدمويه تقللها، وربنا سبحانه وتعالى يعني الاجسام المضاده بتطلع ليه وبعدين تقف مره واحده ليه؟ مفيش يعني حاجه بتبقى احنا بنعرفها يعني امتى الاجسام دي تقف، انما 90% من نقص الصفائح بس اثرها مفيش ام تتحمل تشوف ابنها بينزف من مناخيره وبينزف من بقه وتطلع له بقع، واكيد الواد بيبقى عنده حاله اعياء و هو زي ما فيش ام تقدر تستحمل اي حاجه. بس هو الولد دلوقتي كان عنده مرض، ما بنقولش انه عنده مرض حالي، كان عنده مرض تكسير صفائح، الصفائح الدمويه بتاعته دلوقتي طبيعيه ومستواها طبيعي. ما انت حضرتك بتقول ملوش توقيتات، بيرتد وبيجيله في اي لحظه أو يعني. لا انا قلت لحضرتك 90% من الحالات بتخف لوحدها خالص من غير حاجه، 10% بيبقى مزمن وبينتكس بعض الاحيان ويرجع تاني يبقى طبيعي، ونسبه قليله جدا هي اللي بتحتاج علاج مستمر مدى الحياه يعني. وفي الكبار بيبقى الوضع مختلف تماما، انما الاطفال الغالبيه العظمى بيخفوا خالص. طيب خلينا اسال ام مدام ساميه، ام احمد واشرف. مدام ساميه كنت بتعالجيه ازاي؟ يعني هل كلام الدكتور علاء وانا بيقول ان الحاله طبيعيه، هل كان الولد بينزف كتير وكنت بتعالجيه ازاي في القريه بتاعتكم في كفر الشيخ؟ والله يا دكتور احنا هو لما بيعمل كده وبينزل او كده بضطر اروح اعمل له تحاليل شامله، فبتطلع الصفايح عنده تكسير صفايح يعني كده، فبيضطر يديني كورتيزول وبياخد علاج فتره معينه، ولما بنعمل تحاليل تاني وتبقى الصفايح استقرت بنرجع تاني نوقف العلاج ده تدريجيا. يعني الولد عايش في ألم، عايش في ألم دائم يعني؟ ايوه يا دكتور، لو وقع مثلا اتخبط في حاجه ممكن ينزف، يعني لو ضعف شويه تلاقي جسمه بطش ببقع زرقاء. طيب عشان بس نوضح الحاجه، لانه الدكتور علاء بيقول هي حاله طبيعيه، بس طبعا يعني محدش بيبقى عارف الاثار اللي الناس بتشوفها ايه. طب هنا طبعا اخوه بقى احمد، لما اخوك الاسره كلها كانت بتبقى متالمه لحالته يعني. نعم،
ال 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 العيله عندكم كلها الاطفال كلهم متالمين لحالته للحاله بتاعته؟ اكيد، وبالذات اخوه ده كان يعني معاه، اخوه ده حساس زياده عن اللزوم، احمد ده، وكان يعني هو اللي كان بيمشي معايا انا وهو اللي كان بيتابع حالته معايا ويروح معايا المستشفيات وكده، لان باباه تعبان، وزي ما قلت لحضرتك بيشتغل في ورش الطوب يعني، واحنا اللي كنا بنمشي بيه. واحمد بقى عشان كده يعني ما صدق يعني يجيله فرصه وما يرفضهاش، سافر عشان كده ما اشوف علاج لاخويا في ايطاليا يعني. فهو لما شافوا الكارنيه اقترحوا عليه انهم يعالجوه هنا، فوافق واداهم تليفوننا وتواصلوا معانا. وتواصلوا معاه. طيب الكلام اللي بيقوله الدكتور علاء هنا بيقول ان اللي موجود في ايطاليا موجود هنا. ازاي يعني يا دكتور؟ يعني عايز يقول انه مفيش داعي انك تسافري ايطاليا يعني. انا مش عارفة والله يا عادي، مش عارفة يعني ايه رفض السفر يعني، عادي مش مشكلة يعني. ايه رفض لا السفر؟ لا، ومفيش رفض صفت يعني، طالما ان السلطات الايطالية اهتموا وبيعملوا لك الاوراق فخلاص، اذا في علاج ينهي المأساة تروح لهذا العلاج يعني. دكتور علاء، انتم حضرتك مركزين ليه على ان ايطاليا ما عندهاش جديد في معقوله يعني؟ أنا الطب بيتقدم ويتطور من مكان لمكان حسب التقدم العلمي والطبي. واحنا مفروض كاطباء اننا نتابع التطور يا فندم. يعني انا عندي من الامكانيات دلوقتي وعند حضرتك ان انت تعرف اللي بيحصل في ايطاليا ايه وفي امريكا ايه النهارده، فانا مش يعني والا يبقى مش مفروض انا اشتغل الشغلانه انا بشتغلها يعني. اثنين، انا بقول لحضرتك لو انا جالي طفل عنده تكسير مناعي في الصفائح والصفائح بتاعته 220,000، ده مش محتاج علاج خالص. ثلاثه، انه بيحدث انتكاسات، هيحدث انتكاسات هنا وفي ايطاليا. اننا المفروض نتابعه هنا كويس، يبقى المفروض يتابعوه برضه في ايطاليا كويس. انما الوضع اللي احنا كنا فيه او اللي انا بلغت بيه انه في طفل مشتبه انه عنده الاصابه بسرطان دم، ده مش موجود، واتضح انه عنده تكسير صفائح وده من التاريخ المرضي يعني، والصفائح بتاعته النهارده في حاله طيبه، وهنا وفي ايطاليا لو راح مش هيحتاج علاج. طيب دكتور علاء الحداد، الف شكر. الجانب اللي هكمله بقى مع الام اللي هو الجانب اللي فيه التناقض يا جماعه يعني، وده يخلينا اسال يعني، هل السلطات الايطاليه يعني اكثر حنيه واهتماما على اطفالنا من السلطات المصريه، من الحكومه المصريه؟ يعني لو ما اهتمتش السفارة الإيطالية ولو ما اهتموش السلطات الإيطالية بتلقي القبض على أعداد كبيرة من المهاجرين، ووفقا لحقوق الإنسان بتتخذ إجراءات معينة وبتدخلهم أماكن لمدد مختلفة، وبعد كده بتعمل لهم أوراق للإقامة، وهم عندهم مشكلة كبيرة متعلقة بأعداد المهاجرين القادمين عبر البحر، وبيحاولوا حتى جابوا لنا أجهزة علشان تمنع تدفق المهاجرين وتضبط المراكب اللي بيتم تهريب الناس من خلالها، لكن مع ذلك البحر كبير ولا يستطيع أحد في ظل الضغوط المعيشية والاقتصادية لأكثر من دولة، مش مصر بس، في من دول المغرب العربي ومصر وليبيا يعني ربما الأكثر، لكن في أعداد كبيرة من المهاجرين بتطلع على البحر، وبعدين دخلهم بقى في مشكلة اللاجئين أيضا السوريين والأزمات اللي اندلعت في أكثر من دولة. إنما هنا اللي يستوقفك يعني هي السلطات الإيطالية يعني أكثر حنية واهتماما بأطفالنا، سواء بالطفل أحمد أو بالطفل أشرف، فلما يلاقوا أحمد وهم بيفتشوه
فيلاقوا معاه اللي هو الكارنيه اللي فيه ان اخوه مصاب بالمرض، فلما يتناقشوا معاه وبعدين لانه طفل كمان فقاموا مدخلينه مدرسه، تعاملوا معاه كطفل، احنا ما تعاملناش معاه كطفل والا ما كانش هيركب البحر بهذا الشكل، ويبحث عن العمل وهو بيبحث عن الموت، بيبحث عن الاحلام وهو بيضع نفسه في وسط الالغام، في اي لحظه هيقع في قاع البحر، وما اكثر الذين سقطوا في قاع البحر. انما اللي يستوقفك السلطات الايطاليه انها تبقى في القضايا الانسانيه تبقى اكثر حنيه باطفالنا مننا، وان الـ عندنا السلطات المصريه وزاره الصحه ما تبعتش تاخد الطفل الا بعد ما السفاره الايطاليه بعتت له عربيه وتعالى وقعده امه وهو في فندق. شوفوا الاهتمام بطفل ليس ايطاليا. واحنا احيانا نقعد نتكلم بس عن ان هم يكرهوننا وهم يعني صحيح المؤامرات بتطبخ في مطابخ سياسيه مختلفه، لكن شوفوا التعامل في مع قضايا الطفوله والتعامل مع قضايا من هذا النوع. السلطات الايطاليه تهتم باطفالنا اكثر منا وتبقى اكثر حنيه مننا، والولد بيتعلم دلوقتي في ايطاليا وبيعاملوه كطفل، احنا عملناه فوق مستوى سنه، عملناه كراجل كبير وحملناه مسؤولية وأعباء، لأن بينفق على أسرته وهو طفل، أبوه مريض وبينفق على عائلته، ما كانش في إيد تطبطب عليه هنا، اللي طبطبوا عليه السلطات الإيطالية مش إحنا، والاهتمام إحنا ما اهتمناش إلا لما السلطات الإيطالية اهتمت. ده يخلينا أسأل يا أم أحمد، انت طبعا شايفة ان السلطات الايطالية قالوا لك احنا ممكن ناخده ونعالجه في ايطاليا. ايوه. وانت ماسكة بايديكي واسنانك في الامل ده يعني. والله ولو في مصلحة ابني انا مرفضوش. طبعا وعندك حق يعني، لانك بتقولي انه الولد الاثار الصحية اللي بتظهر عليه من المشكلة. تكسير الصفيح ده بيجي ويروح، يعني مش مستمر مع الولد، يعني انسجام داين كل فترة وفترة، يعني على مراحل. دخلتيه مدرسة أشرف؟ أيوة أشرف في مدرسة، رايح السنة الرابعة. في سنة رابعة. وأحمد كان في مدرسة قبل ما يسافر؟ أيوة وأحمد كان في مدرسة ورايح تاني إعدادي السنة. رايح تاني إعدادي. وانت فوجئتي بتسالي على احمد، ما قعدت قد ايه ما انتش عارفه هو فين؟ قعدنا 4 ايام يا دكتور، وبعد كده 4 ايام؟ 4 ايام، وبعدين قال لنا ان هو ممكن يكون راح مع المراكب اللي بتطلع تهريب. بعد 8 ايام اتفاجئنا بيتكلمنا من لمباتوزا ان هو خلاص وايه ومع الصليب الاحمر في ايطاليا. طيب الجانب الايجابي المتاخر حتى اكون منصفا يعني والناس، انت وزاره الصحه بعتوا خدوكي امتى؟ بعتوا خدونا امبارح المغرب، كنا هنا الساعه 12 بالليل، وهم ما قصروش في حاجه وقاموا بالواجب وعملوا لي التحاليل اللازمه ورعايه، يعني رعايه كامله ومهتمين بيه الصراحه يعني. طيب انت عندك احمد واشرف ومين؟ ايوه اولادك احمد واشرف ومين؟ وخالد وجانا. وخالد وجانا ووالدهم تعبان؟ ايوه يا دكتور تعبان، عشان كده احمد بيتحمل المسؤوليه، احمد 13 سنه بيتحمل المسؤوليه. انا عايزك توطي التلفزيون يا مدام ساميه او تبعدي عن التلفزيون. ماشي حبيبي. بيتحمل المسؤوليه احمد، هو من كان بيشتغل ايه في البلد؟ بيشتغل في اي حاجه يا دكتور، مش عارف في اي حاجه يعني، بيلاقيها بيشتغل فيها عادي، اي حاجه يجيب منها فلوس يرجع لكم بيها يعني. مش حاجه معينه يعني. والاب مريض ما بيشتغلش؟ لا باباه بيشتغل في ورشه سوق، مصنع سوق. طيب ان شاء الله في كل الاحوال اذا السلطات الايطاليه خلاص، انت بتقولي عملت الورق
عملت الورق والباسبورات جاهزة ومليت الابليكيشن بتاع التأشيرة، وفوجئت ان السفير الايطالي اه طيب فوجئت ان الباسبورات بقى جاتلي ومعلهاش تأشيرة، فبطالب بالسفير الايطالي انه يطلع ويعرفني ليه رفض سفرنا بعد ما هو اللي حمسنا وهو اللي يعني هو بعت لك الجوازات السفر بدون تأشيرات يعني. ايه السبب يعني طب ايه هنحاول السبب؟ نتواصل مع السفارة الإيطالية ونعرف ايه السبب. جايز الإجراءات بتاخد وقت شوية كده، فبيعمل لك بعد كده هيطلبوا الجوازات السفر ويختموها يعني. هنتابع ده معاكي يعني. هسأل الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل، تحياتي. طيب دكتور خالد، يعني حتى لو أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا، هكذا تقول الحكمة، لكن يعني كنا نتمنى أن الاهتمام بالطفل بكل أطفالنا يكون أسرع من كده، لأن السلطات لولا اهتمام السلطات الإيطالية ربما ما اهتمينا. ازاي تعاملتوا مع الواقعة بعد اهتمام السلطات الإيطالية بها؟ لا استاذ وائل، بس انا عايز اوضح لحضرتك ان التعامل مع الواقعة ما جاش بعد اهتمام السلطات الإيطالية، التعامل مع الواقعة جه من اول حدوث الواقعة. احنا النهارده اول ما حدثت الواقعة واتقال ان في واحد سافر ايطاليا يطلب علاج اخوه، احنا بدأنا فورا بالتواصل مع الخارجية، نبحث عن الطفل وفين الطفل وفين مكانه ونقدر ازاي نتواصل معاه. نزلنا بيان رسمي بالوزارة وسيبنا فيه تليفونات الوزاره ونشدنا اسره الطفل التواصل وان هم يكلمونا على الارقام دي او يقولنا، علشان اسره الطفل لم يتقدموا بطلب علاج من دوله مصر من اي مكان فيها، واسم الطفل مش موجود ولا مسجل في اي مراكز لعلاج الاورام او امراض الدم في محافظه كفر الشيخ. قعدنا 3 4 ايام يا استاذ وائل ومحدش استجاب لهذا الطلب على الاطلاق، لغايه لما وزاره الخارجيه مشكوره بعتت لنا بيانات الطفل ووالدته وتليفون والدته، وانا قمت بالتواصل مع والدته علشان اطلب منها واعرفها ان احنا وزاره الصحه وعايزين نعالج الطفل والسيد الوزير امر بعلاجه على رفقه الدوله، وده مش له لوحده، ده زي اي مريض مصري الدكتور كفل له العلاج. وللاسف كان ردها عليا ان هي بترفض العلاج داخل مصر وهي مصره على السفر الى الخارج، وتاني مره عودت الاتصال بيها للاسف قفلت السماعه في وشي. تاني يوم يوم الجمعه اتصلت بيا هي وقالت لي احنا بنحب بلدنا مصر واحنا عايزين نتعالج وتحت امرك. قلت لها خلاص اديني العنوان واحنا عايزين نعالج ابنك ونساعدك، وتم ارسال طياره اسعاف مجهزه جابت الطفل ووالده ووالدته من محافظة كفر الشيخ لمستشفى الشيخ زايد تخصصي، ووالده كان له طلب ان هو عايز يتعالج من فيروس دي وتم قبول طلبه وجه واتحجز في المستشفى بالفعل، وفي فريق من المستشارين امراض الدم واخصائيين امراض الدم وقعوا الكشف الطبي عليه وتم عمل تحاليل له، وكان بيتردد ان الطفل عنده سرطان بالدم. طبعا الكلام ده مش صحيح، هو الطفل عنده مرض وراثي بالدم وهو نقص مناعي بالصفائح. ايوه الدكتور علاء حدد. بس مرض مش سهل برضو يا دكتور يعني، بس يا فندم علاجه موجود داخل مصر. طيب خلينا انا بس هنا عشان انت بتقول انه احنا دلوقتي عالجناه على نفقة الدولة، يا مدام سامية قبل كده كان بيتعالج ازاي اشرف؟ كنت بتعملوا ايه عشان تعالجوه يا مدام سامية؟ مدام سامية معانا؟ طيب لغاية ما نجيبها تاني. سامعاني؟ طيب دكتور خالد يا جماعة فين التليفون؟ يا مدام سامية سامعاني؟ ايوه سامعاك يا دكتور. ايوه قولي لي قبل كده كنت بتعالجي اشرف ازاي؟ بتدفعي فلوس؟ بتدفعي فلوس الدواء والحاجات دي؟ أشرف كان بيتعالج مع مستشفى الشط بالإسكندرية من هو عنده 2 سنين. بيتعالج ازاي؟ بيتعالج ازاي؟ بيتعالج يا دكتور في إسكندرية تبع الشط. انت بتوديه من انتوا في ايه، في مطوبس كفر الشيخ؟ لا يا دكتور كنت بعالجه في مستشفى الشط في إسكندرية. ايه؟ مستشفى الشاطبي في اسكندريه متابع فيها وهو عنده 2 سنين،
لغاية ما كمل 5 سنين، وبعد كده قالوا لي ان هي الحالة مستقرة وممكن تعمليها التحاليل عندك في البلد بدل ما تيجي المشوار ده كله وتتأكدي على صحته من كل فترة والتانية. فأنا طوال السنين اللي فاتت دي أنا بعمل له التحاليل على حسابي كل فترة، ومن لا يعني انت بتعملي التحاليل على حسابك وبتجيبوا الادويه على حسابك والحاجات دي؟ بس انا كنت متابعه في المستشفى في الشاطبي، وهم كانوا بيهتموا بيه اهتمام كامل ورعايه كامله. وبعد كده قالوا لي لما تم 5 سنين قالوا لي ان هو حالته استقرت وممكن تتابعي يعني مثلا تحليل عادي تطمئني عليه وخلاص. فهو والحاله ما كانتش مستقره؟ لا الحالة كانت مستقرة كل حاجة يا دكتور، بس هو التعب ده بيجي ويروح، بيجي فجأة يعني رايح بس فجأة وتروح. وبعلق على كلام الأستاذ خالد اللي هو من مكتب المحافظ، من مكتب الوزير، مكتب الوزير، ان هو اتصل بيا يوم الخميس وانا في الفندق وكان تليفوني فاصل، وقلت له الكلام ده واتراجع تاني. اتصلت لما عرفت ان هو علشان ده غلط لما انا يفكر ان انا قفلت السكه في وشه، واتصلت محدش رد عليا لان كان تليفون ارضي، وقلت له قال لي ده مكتب ايه مش هينفع ان حد يرد عليه. يعني انت ما تقفليش التليفون في وش حد يعني؟ انا ما قفلتش التليفون في وش حد، انا قلت له ان التليفون فصل لما كلمني تاني يوم وقال لي ان هم عايزين يعالجوه، انا ما اعترضتش وقلت له ماشي اللي عادي. ده كنت وقتها في الفندق اللي قعدتك فيه السفاره الايطاليه؟ كلمني يوم الخط ما فصل، كنت انا في الفندق، وكنت جيت بقى يوميها، جيت تاني يوم الصبح يعني. انا طيب، انا بس اللي كنت اتمناه يا دكتور خالد ان لما نكلم الست ما تكونش وهي قاعده في فندق قعدها فيها السفاره الايطاليه. والله يا استاذ وائل انا ما اعرفش الست فين، انا بكلم الست لما وصلت البيانات الطفل. والله لو عاوز توصل للنمل في الجحور هتوصل لها يا دكتور خالد. لم تتقدم لطلب العلاج من وزاره الصحه او من الدوله المصريه، واحنا قصرنا او رفضنا، وعندما علمنا بياناتها احنا وجهنا لها المساعده ووجهنا لها سياره الاسعاف عشان تجيبها، لان ده حق اي طفل. طيب انا بس اللي بيحزنني جدا ان السلطات الايطاليه تهتم بالولد اللي ركب البحر وعرض نفسه للموت بحثا زيه زي كثيرين عن فرصه عمل عن احلام، وتدخله مدارس، وكمان تاخد اخوه اللي هنا علشان تشوف تعالجه ازاي. يعني كنت اتمنى ان السلطات المصريه تبقى هي اللي تطبطب على اطفالنا، لما اطفالنا تبقى هي اللي تبقى اكثر حنيه. لما اطفالنا يطلبوا العلاج يا استاذ وائل انا هطبطب على اطفالنا وانا ما اعرفش ان الطفل محتاج حاجه؟ لما الطفل يتوجه ما انت عارف ماساه علاج الاطفال في مصر يا دكتور خالد. تعالى اوريك الطوابير امام مستشفى ابو الريش والطوابير في كل مكان. وائل انا بتكلم على واحد حضرتك بتقول اتمنى ان السلطات الايطاليه ما كانتش تتدخل، السلطات المصريه تتدخل الاول. بقول لحضرتك لو هو كان توجه لاي حد من السلطات المصريه كنا تدخلنا، لكن انا اعرف مين لما في واحد راح هاجر هجره غير شرعيه عشان يطلب علاج من ما انا مش أطول. مش عايزك تعرف لما الناس تركب البحر وتموت، ومش عاوزك تعرف لما السفاره الايطاليه تستضيف الناس في فندق عشان تشوف تعالجهم ازاي. انا عايزك تعرف قبل كده، كان ممكن تعرف قبل كده. امال السفاره الايطاليه وصلت لهم ازاي؟ استاذ وائل لم اعرف لما الناس يتوجهوا ليا. حضرتك بتحملني مسؤوليه ان الناس ما يتوجهوش ليا ولم يتقدموا لطلب العلاج. هتحملني مسؤوليه ان هم تقدموا ولقوا تقاعس او تقصير. ما الاطفال دي بتتعالج في مستشفيات حكوميه، دي حاله، خلي بالك. طب انا عشان نبقى بنتفاعل مع الرسائل، لان هي مش حاله اشرف واحمد. معايا مدام هويده من بني سويف. استاذه هويده اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اتفضلي يا استاذه هويده اتفضلي. انا عندي عيالي الاثنين، شريف عنده 10 سنين ودعاء عندها 14 سنه. عندهم نسبه اعاقه في العمود الفقري، يعني العمود واخد قمه لفوق كده، هم محنيين لتحت. فانا انا جريت بيهم كتير ورحت ابو الريش كتير.
ورحت الدكاترة قالوا لي ما فيش أي علاج ليهم في مصر، ده ليهم عملية تتعمل في ألمانيا. بتروحي بيهم فين؟ رحت أبو الريش كتير، رحت لدكاترة خاصة برضو على قد ما ربنا قدرني. طيب هل احنا يا دكتور خالد حالة زي دي، هل احنا بنفكر ازاي ننقذ أطفالنا، ولا هنقول لهم انه اصل العلاج في الخارج مستحيل وصعب فموتوا؟ لا لا استاذ وائل، احنا ما عندناش اي تحفظات والدليل على من العلاج في الخارج، احنا يهمنا ان المواطن يتعالج، العلاج متوفر في الداخل اهلا وسهلا. مش متوفر. طيب الحاله دي نبعتها لك غدا ان شاء الله الست اللي يعني اصل الناس يعني ابتليت بالمرض، وهذا يعني امتحان من الله سبحانه وتعالى، بيمتحن المريض ويمتحن اكثر اللي يستطيع انه يساعد المريض، ويمتحن اكتر واكتر السلطه اللي هي معنيه بمساعده المريض. الحاله دي نبعتها لك غدا ونشوف كيف سيتم التعامل معها. تشرفت وما اكثر الحالات وائل. يعني تشرفت بكره استاذ وائل، ونشوف حالتها، واذا كان مفيش علاج ليها في مصر هنساعدها طبعا بالسفر للخارج. طيب يا مدام هويدا، انت بقالك قد ايه في الحاله دي بتلف على المستشفى؟ انا بقالي 4 سنين يا دكتور بكري. عندك طفلين؟ عندك طفلين؟ قعدت بيهم في مستشفى الحسين 10 ايام، وكل ما دكتور يجي يشوفهم يقولوا لي ما لهاش اي حل، اللي عايزين يسافر، لان التقوس اللي في ظهرهم اتحول للقفص الصدري من قدام، فقالوا الحاله بعد ما يعني تقوس في الظهر اتحول لتقوس في القفص الصدري. القفص الصدري فعمل ضيق في النفس، ويعني وشرقه كتير بتيجي للبنت. فانا والله انا احترت يا دكتور، يعني انا اتوسل اليك، يعني توصلني لاي جهه تريح عيالي. طيب الدكتور خالد اهو اتوعد، وانا هتابع معاكي الحاله دي كنموذج، لان الاطفال يا جماعه تحديدا علاج الاطفال في مصر يجب ان ما يكونش فيه نقاش، ولا بوابات بتغلق، ولا اصل فيه ولا ما فيش، اصل ما ينفعش في علاج الاطفال تحديدا. يعني الست بتلف باطفالها بقالها 4 سنين، والحالات اللي زي دي طب ننقذ اطفالنا، ولا لازم ننتظر ان حد يطلع على البحر وسلطات ايطاليه او اسبانيه تهتم بالحاله؟ يعني هنتابع ده. الدكتور خالد قال منتظرك بكره ان شاء الله، فهخلي الاعداد ينسق معاك ازاي تروحي له. يعني الحاله الثانيه استاذه ايمان من الاقصر. استاذه ايمان اتفضلي. السلام عليكم استاذ وائل. اتفضلي يا فندم اتفضلي. انا مشكله بنتي يا استاذ وائل ان هي فقدت السمع من هي وعندها سنه ونص، نتيجه حمى خدتها في مستشفى اسمه اركادي. والحمد لله ورضينا بقضاء ربنا. من سنتين، من هي في سنه اولى اعدادي ابتدى نظرها يضعف، من سنتين فقدت النظر. حاولنا كتير، قالوا لا ملهاش هنا، ملهاش اي علاج، وهي لازم تسافر بره، وكل دكتور بكلمته. عندها كم سنه؟ عندها كم سنه؟ 20 سنه. 20 سنه. كده فقدت الاتصال بالعالم يا استاذ وائل، لا سمع ولا كلام، ودلوقتي النظر. لجأت لكل الجهات، اللي حضرتك دلوقتي المتحدث باسم الوزاره اللي بيقول لحضرتك لو لجأت للدوله. انا لجأت لنفقة الدولة، للمحافظة، للاعلام. انا عملت لقاء مع الاستاذة رشا نبيل في كلام تاني، وعمل الاستاذ مداخلة وقال ان الوزارة متكفلة بالحالة. وزيرة التضامن الوزيرة غادة والي جت، انا متبنية الحالة. بعد البرنامج ما شفناش اي حد يا استاذ وائل. انا بعت فاكس لمجلس الشعب. يعني الناس بتتحمس على الهوى وبس، وبعد كده ما يسألوش. ما فيش يا استاذ وائل اي اهتمام، حتى بعديها احنا بعتنا الاشعه والفحوصات بتاعتها للوزاره الصحه، ما فيش اي اهتمام. بعت فاكس للرئيس رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشعب الاستاذ محمد انور السادات، برضه ما فيش اي اهتمام. احنا لازم نلجا لدوله ثانيه عشان يهتموا يا استاذ وائل. المفروض اعمل ايه البنت؟ المفروض دلوقتي في سن دي الكارثه اللي انا بسمعها بقى، لازم نلجا لدوله ثانيه علشان نهتم، لازم السلطات الإيطالية هي اللي تطبطب على ابني وتهتم بيه، وتبعت عربية تاخدهم من البلد وتقعدهم في فندق هنا، وبعدين نشوف الواد هيتعالج ازاي. وساعتها يقولوا هم اساسا ما لجأوش للدولة. لا انا لجأت لكل الجهات، ما خليتش اي جهة. احنا تعبنا يا استاذ وائل، احنا تعبنا في العلاج، تعبنا
من زيادة الكهرباء، تعبنا من زيادة الأسعار، احنا تعبنا في الصعيد تعبنا، لأن احنا كنا عايشين على السياحة أصلا كمان. بجد احنا والله تعبنا، هما نجحوا في حاجة واحدة، حكومة الشريف إسماعيل نجحت في حاجة واحدة، إن فقدتنا الإحساس بالانتماء لبلدنا يا أستاذ وائل. عملت فجوة كبيرة بيننا وبين رئيسنا يا أستاذ وائل، احنا تعبنا بجد. هو مش وزير التموين بس، هما كل الوزراء عايزين يتحاسبوا على اللي بيعملوه في الشعب. الشعب مش هيقدر يتحمل اكتر من كده يا استاذ وائل، احنا تعبنا. ما لقيش اي حد، الرئيس اول ما تولى ايام ثوره 30 يناير قال الشعب انه محتاج اللي احنا عليه واللي يطبطب عليه، فين الكلام ده يا استاذ وائل؟ احنا بيذبحوا فينا، بيذبحوا فينا من كل ناحيه، من اسعار، من صحه، الكهرباء اللي احنا ما قدرناش اساسا ندفعها بعد الزياده، هنعمل ايه؟ احنا ما قدرينش. الشعب تعب والله تعب، مش وزير التموين بس اللي عايز يتحاسب وتشال، ده كله كل عزيز يستقيل ومش يستقيل يقال، لان تعب الشعب. حرام حرام لما تكرهونا ببلدنا. طيب مدام ايمان، انا هنشوف كمان يعني كل اللي انت بتقوليه يعني بيعبر عن مقاس اجتماعيه واقتصاديه الناس بيعيشها. دكتور خالد يعني هبعت لحضرتك الحالتين دول بس هتابعهم يوميا لفكره اطفال لا يجدون علاجا في مصر، وانت عارف الام اللي طفلها بس بيتالم هي بتتالم قد ايه، حاله البيت بتبقى عامله ازاي. وبعدين الناس دي لا تبحث عن ميزه ولا عن شقه سكنيه ولا عن فسحه، ده الناس تبحث عن علاج. هو الحاله بتاعت مدام ايمان بتقول خلاص البنت فقدت حواسها يعني السمع والابصار، فنتمنى ان احنا نحاول ننقذها ونشوف ازاي نعالج. هنبعت لحضرتك الحالتين ان شاء الله بكره. استاذ وائل بعد اذنك، حاله مدام ايمان تتوجه لمستشفى الاقصر الدولي غدا ان شاء الله، والحاله الاولى تتوجه لمستشفى معهد ناصر. معهد ناصر. مستشفى معهد طيب ناصر. تتوجه لمستشفى معهد ناصر، هي مع العلم طيب هيتوجهوا الاثنين، وهيبقى معاهم معدين ومراسلين من البرنامج لمتابعة الحالة. أنا مش عاوز بس نعلن ده على الهواء دكتور خالد والناس تلاقي إنه غدا أو بعد غدا مفيش حاجة يعني. لا أستاذ وائل، هي مش أول مرة نوجه حالات ونقوم بعلاجهم. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا أطباء قبل ما نكون مسؤولين، ويهمنا علاج المرضى، وإحنا ممكن نكون مرضى زيهم في يوم من الأيام. طيب ماشي دكتور خالد.